في ظل التعاون العسكري الروسي الإيراني الذي تمتد جذوره إلى بداية تسعينيات القرن الماضي، مع انهيار الاتحاد السوفيتي وتحول روسيا لوريث شرعي للاتفاقيات العسكرية الإيرانية السوفيتية، كان لابد من وجود غطاء استراتيجي للعلاقات وطريق يؤمن التعاون بمجال التسليح، فكان بحر قزوين الطريق الأساس لهذا التعاون. البحر المغلق الذي تحيط به 5 دول بات شاهداً على تعمق العلاقات بين موسكو وطهران، وفي ذات الوقت مصدر قلق لأمريكا وحلفائها، كونه يستخدم لنقل الطائرات المسيرة والعتاد وقذائف الهاون والصواريخ لدعم روسيا بحربها مع أوكرانيا. حيث كشفت بيانات شركة لويدز ليست انتليجنس المتخصصة بتحليل التجارة البحرية العالمية عن ارتفاع حاد في ثغرات بيانات تتبع السفن في بحر قزوين خلال الفترة الممتدة من نهاية 2022 وحتى سبتمبر 2024. التقارير ذكرت أن معظم الثغرات في بيانات التتبع كانت للسفن ترفع العلم الروسي أو العلم الإيراني في الرحلات من ميناء أمير أباد الإيراني إلى أستراخان في روسيا، حيث أظهرت هذه السفن سلوكاً مشبوهاً يرتبط بتجارة الأسلحة، وقيام هذه السفن بإيقاف تشغيل بيانات التتبع الخاصة بها بهدف إخفاء الوجهات أو التعتيم التام، وهو ما دعمته صور الأقمار الصناعية لميناء أستراخان الذي كان وجهة الاستثمارات الإيرانية للتحايل على العقوبات الغربية. إيران لعبت دوراً حيوياً بدعم روسيا في حربها مع أوكرانيا، فكانت مسيرات شاهد والصواريخ الباليستية الإيرانية قصيرة المدى جزءاً أساسياً في الهجمات على البنى التحتية الأوكرانية بحسب تقارير استخباراتية أمريكية وأوروبية. في المقابل قدمت روسيا لإيران أنظمة دفاعية متطورة لدعمها في مواجهة إسرائيل، حيث زودت موسكو طهران بمنظومة S-300 ونظام S-400 الدفاعي المتقدم وطائرات سوخوي 35، إضافة لتزويد طهران بتكنولوجيا صاروخية متقدمة لتطوير برنامجها النووي، خاصة وأن روسيا قد استكملت بناء محطة الطاقة النووية في بوشهر والتي تأخرت قرابة 20 عاما. لا شك أن استمرار التعاون العسكري الروسي الإيراني يمثل قلقا حقيقيا لأمريكا وحلفائها في ظل ما يعيشه الشرق الأوسط من توتر غير مسبوق. والسؤال المطروح في ظل ما تقدم، هل ستنجح واشنطن في السيطرة على الملاحة في بحر قزوين عبر شركائها، أم ستبقى سفن الشحن بين طهران وموسكو بلا رقيب؟